السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين محمد علي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. قبل ما نقول أي حاجة وزي ما تعودنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لأبي كما رباني صغيرا. النهاردة جايين ومعانا كم موضوع كده حابين، لأن السوشيال ميديا بقت مشتعلة، بقت مش طبيعية خالص، وبالذات منصة اليوتيوب بقى فيها عليها صراعات شديدة جدا 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 ما بين أصحاب القنوات وبعضها. يعني لو كلمنا عن أم جانا، كلمنا عن هشام متولد، كلمنا على قناة دودو شو، يعني بص في كل حاجة، حدث ولا حرج في كل حاجة. النهاردة جايين هنتكلم عنها، هنبتدي لو حتى بأم جانا والكلام اللي اتقال عنها في الفترة الأخيرة إن ثروتها ابتدت تعدي 23 مليون. إيه ده، معقولة بال 23 مليون؟ للأسف شديد ده الكلام اللي اتقال في آخر بث مباشر كان ليها. طيب نخش في الموضوع على طول. طبعا أم جانا ما بتتعلمش، ومصممة مصممة إنها تاخد عين محترمة تطلع من عينيها بجد. تعالى يا مازن، روح يا مازن، هات لي العلاج يا مازن، مازن ده عسل، مازن ده شربات. طبعا مازن ده زوجها، فطبعا كلام كتير قوي، ده حبيبي، ده روحي، ده نور عيني، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. وانا حابب ان انا ادي نبذة بسيطة، خلي بالك لان العين حق والحسد موجود، فخلي بالك ان انت ولا جوزك تاخدوا عين محترمة هتبهدل الدنيا، فخلي بالك من النقطة دي وخافي شوية، متقعديش تمدحي فيه كتير. يعني في ناس كتيرة غلابة، في ناس ستات كتيرة جوزاتها تعبانها، فخافي شوية. وكل شوية هات يا مازن مية، كل شوية هات يا مازن العلاج، هات يا مازن الحقني يا مازن، اعملني يا مازن، برضه كلام كبير. يعني انت فاهم انت ايه؟ طب مش شغالة معاك يا ام جانا؟ بس هقول لك على حاجة بس بسيطة، ودي حاجة اثبتت لي ان الست دي ذكية جدا جدا بجد والله. بس هنتكلم ازاي ليه انا بقول لكم ست ذكية جدا جدا. واحدة بتسألها كم تكلفة الشقة يا ام جانا؟ بص عايز اقول لك بقمة الذكاء ومن غير ما تفكر، قعدت تتوه وتجيب يمين وتجيب شمال ومرضتش تعرف المتابعين اللي بيسألوها على تكلفة الشقة بولا مليم. لا ودي خلي بالكوا دي مش أول حاجة، دي عملت كذا حاجة برضه أنا هقول لكم عليها، بس هي ده بيدل على ذكائها، لأن الست دي ما وصلتش كده إنها تفتح قناة واتنين وتلاتة، ربنا يبارك لها يا رب، إلا بجد ست ذكية جدا جدا. اللي يقول لها تكلفة الشقة دي تقول لهم ده الأرضية، وتخش في الأرضية وتخش في السقف وتخش أنا عملت الحمام، أنا عملت مش عارف سيراميك، أنا عملت مش عارف إيه، ومرضتش تعرف متابعينها كم تكلفة الشقة. واحدة من متابعينها للأسف الشديد يعني، ودي حاجة بجد أنا رافضها، واحدة بتقول لها يا عجلة أنت معاكي 23 مليون وأنا واثقة من الكلام ده. واحدة إيه طبعا طالعة وبتتكلم من المتابعين بتكتب لها، تكتب لها انت معاكي 23 مليون يا عجله. طبعا طبعا عشان برضو نبقى احنا صراحه مع بعضينا، كلمه عجله احنا كلنا رافضينها، رافضين مبدا الشتيمه، رافضين مبدا السب، ودي الحاجه اللي احنا متعودين عليها في قناتنا ان احنا لا نهين ولا نسب حد، ماشي. فواحده بتقول لها 23 مليون يا عجله. طبعا ام جانا اتنرفزت وانفعلت، واحترمي نفسك وما تقوليش يا عجله ومش عارف ايه. طب هي عجله دي اللي ضايقتك يا ام جانا؟ وال 23 مليون اللي بتقول انها معاكي ما ضايقوكيش؟ ما اتكلمتيش عنهم؟ ما ده برضو بيدل ان الناس اللي ما بيتكلموا في حاجه زي كده يعني ناس جايبين خبر اكيد يعني. فاشمعنى قالت لك 23 مليون بالظبط؟ ليه ما قالتش 25؟ ليه ما قالتش 20؟ ليه ما قالتش اي رقم تاني؟ فده برضو بيدل ان ايه؟ في لغز ورا الموضوع. انفعلت جدا جدا على كلمه يا عجله يا عجله، ده حاجه بسيطه يا ام جانا. وطبعا اللي احنا عرفناه ان ام جانا بتدور على بيت تاني غير الشقه الجديده، بتدور عايزه تتنقل من 100 غمر الى القاهره، من القاهره حابه انها تتنقل من 100 غمر، وحابه انها تسكن في القاهره بقى في 6 اكتوبر في التجمع في اي مكان هي ده بتفكر ايه انها تقعد فيه. بس ليه ام جانا عايزه تسيب 100 غمر؟ اكيد في مشاكل كتير قدامها، مش حابه انها تقعد في المكان، اكيد فيها اسباب كتير قوي، عايزه تطور من نفسها، عايزه تحدث من نفسها، ده حقها تمام. فواحده بتقول لها على سعر حاجات برضو عندها، ودي الحاجه اللي انا بقول لكم هي ذكيه جدا جدا. واحده بتسالها على سعر برضو حاجات هي اشتريتها وكده، وبتسالها وتوهت ام جانا كالعاده.
وعرفت ان بجد، وبتعرف ان المتابعين كلها انها بجد احسن واحده بتتوه اي حد، وما عرفتش اي حد الاسعار اللي انا بقول لكم عليها. واحده بتسال على سعر برضو حاجه تانيه هي اشتريتها وما رضتش برضو تقول لها. اه شوف يا مازن، بص يا مازن البتاع اللي احنا مش عارف ايه، وعادي بقى انت فاهم وتحور وتلف وتدور، وده بيدل على ذكائها، ودي حاجة برضو الواحد يحترمها لليوتيوبر لما يكون ذكي جدا، وده بيدل انها الست دي ما وصلتش من فراغ. طبعا من ضمن الحاجات اللي طلعت اتكلمت عنها وده كان ليه مغزى جامد قوي قوي، بتقول لك ان هي كاتبه الشقه نصها باسم مازن جوزها والنص الثاني باسمها، وانا اشك في النقطه دي، هي شكلها 90% هي كاتباه باسم جوزها، ليه؟ الله اعلم. الطبيعي ان اي واحده بتكتب الشقه باسم جوزها، على فكره اي راجل راح بيشتري شقه بيكتبها باسمه، عشان بس ان نبقى احنا متفقين، اي واحد راح بيشتري شقه بيبقى ليه هو او العيال او كده بيكتبوا باسمه، لكن لما الزوجه تكون هي اللي دافعه الفلوس اكيد بيبقى في كلام تاني في الموضوع ده، بس هي انا هي قالت ان نص ليا ونص ليه، بس هي مشكوك في الموضوع ده ان الشقه تكون مكتوبه كلها باسمه هو. وتستمر قراءة التعليقات ويستمر الهروب من كل الكلام اللي كان بيتقال لها. يعني عايز اقول لك استمرت انها ما تقولش اي حاجه او اي معلومه للمتابعه. الموضوع واحده متابعه كده محترمه بتسالها وتقول لها هو جوزك بيشتغل ايه؟ تخيلوا الرد الطبيعي تقول ايه؟ بيشتغل هشك بشك. هشك بشك. انت في واحده في الدنيا تقول على جوزها بيشتغل هشك بشك حتى لو من باب الهزار. ما انت لو هتقوليها من باب الهزار ما بينك انت وهو، ما بينكم عائليه قاعدين مفيش مشكله، لكن بيتابعكم الوف والوف عدد كبير قوي وتقولي جوزي بيشتغل هشك بشك، ده كلام كبير وكلام من وجهه نظري غير محترم بالمره. فده كان حاجه يعني حابب ان انا اتكلم معاكم فيها. النقطه الثانيه هشام متولي و الكلام الكتير قوي في الفترة الأخيرة وبدأ يلفت الانتباه زيادة عن اللازم، خرج من موضوع صدفة والمشاكل اللي كانت بيعملها مع صدفة، دخل في مشاكل تانية جدا جدا، وللأسف الشديد هو مصمم ما يهديش في الملعب خالص، مصمم إنه يفضل إيه هو البارز في الموضوع. طبعا غير اسم القناة بتاعته من جمهورية النجاح لاسم مازازانجي، مازازانجي طبعا الكتير كان بيقراها باسم مازازانجي، ده الفرق ما بين الكلمه دي، مزا زنجي جايه من المزه من حاجه الميزي زي الكلام اللي احنا عارفينه ده كله، لكن مزا جنجي ده من واحد بتاع مزاج. فدي نقطه كان حسن هلالي كان بيتكلم عليها، اخويا الغالي كان بيتكلم عليها وبيقول ان مزا جنجي، لا هي مزا زنجي، خلي بالك من النقطه دي يا حسن. المهم خلينا بس بقيت المشكله، وطبعا كان نزل بيحذر قنوات النقد من كل واحد هيتكلم عن هشام متولي او ان هو ينتقده ليل ونهار زي ما بيتقال، او ان هو يبقى لبانه ببقهم كده، لا بيحذرهم قوي وبيحذر قنوات بعينها ان هشام متولي مش هيسكت، وتحذير اخير ومصمم ان هو يدي تحذيرات حتى في الوقت اللي انا بكلمكم فيه، هو عامل بس مخصوص وبرده انذار اخير، هو مصمم ان يدي انذارات. لكن للاسف الشديد عايز اقول لك يا هشام احنا بقينا على السوشيال ميديا ما بقاش في الخوف اللي انت متخيله من بعض الناس، لا ده كله ابتدى يتكلم وكله ابتدى ينطق. نخش على الموضوع الثالث وده المهم بقى جدا، وده اللي انا حابب اتكلم معاكم فيه، قناه دودو. يعني انا مش عارف اتكلم عنها واقول ايه. سمعت ياما في الخمر يا ليل للاخ الغالي، وكلامها كان واضح وصريح، واللي عندك اعمله، والفيوسات اللي انت بتقول عليها، وده الكلام ده كان عارف هو رايح لمين. ومن الاخر الكلام ده بسبب البث اللي عمله هشام قبلها، وطلعت واتكلمت ونطقت وقالت حاجات كبيره قوي قوي قوي، ويا ريت الموضوع خلص على كده. يعني بجد انا ست محترمه جدا جدا، كنت بحب اتفرج عليها، ست يعني عايز اقول لك طريقتها في الكلام برضو جميله جدا جدا، الا ان النهارده كانت بتطيل باللسان كتير قوي قوي. النهارده اتكلمت ونطقت وقالت حاجات انا ما كنتش متخيل ان هي تقولها للامانه، بس يعني عايز اقول لك ايه، طفح بها الكيل بقى ان خلاص ابتدت تعبر عن اللي جواها كله وابتدت تتكلم.
نطقت وقالت كلام ياما في الخمر. بس الاغرب من ده كله ان هي قالت ان احنا داخل علينا شهر رمضان، مش هقدر اقول اكتر من كده. ده انت قلتي كل حاجه، ده انت قلتي كل حاجه يعني. شو انت قلتي اي كل حاجه تتقال بكرش وبتاع، انت مش عارف النسوان هي اللي بتشغلك والنسوان هي اللي بتعملك والنسوان نسوان، وبهدلتيه وكل. بصي وقلتي ياما في الخمر يا ليل فيه، وفي الاخر عشان داخل علينا شهر رمضان مش عايزين نقول اكتر من كده. ده انت قلتي كل حاجه، ايه اللي كان ناقص ما تقالش تاني؟ يعني ايه اللي كان ناقص ما تقالش تاني؟ ده احنا هنشوف الفتره اللي جايه ايام ما يعلم بها ربنا والله، والسوشيال ميديا فيها كتير قوي قوي قوي، وربنا يسترها علينا. وانتظروني طبعا في الفيديو اللي جاي بقى، لان اكيد الفيديوهات كلها بقت ايه، بسم الله ما شاء الله، بقت في قمه الروعه. وجيت في نهايه الموضوع، ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.